اليوم ميك ابنا الميك اب الجريء العربي، رسم الايلاينر، الميك اب اللي بناسب الست لاي مناسبه حبتها، سهره او مناسبه خاصه فيها. عم نحط الكونسيلر على الوجه، عم نحط الكونسيلر فوق العيون، هنحط تحت العيون، هنوزعه بطريقه كتير مناسبه. هلا خلصنا وضع الكونسيلر. دايما عملنا سبات هيك خاصة وميك اب قوي مثل الميك اب اللي عم بعمله هلا، الميك اب الجريء. حلو كريم الاساسي يكون مغطي كل شيء. هلا بعد ما انتهينا من وضع الفونديشن، هنستعمل اللوس باودر او الكومباكت باودر حسب نحنا شو حابين. هنوزعه بطريقة متساوية. هنحط البودرة الباودر الأبيض تحت العين، لأنه عنا رسم آيلاينر أفضل نزيد الباودر شوي تما ينزل شي أسود. هنبلش بالآيشادو العيون. ميك أبنا هيدا هنستعمل ألوان الجولد، بس مثل ما عم نشوف هنوزع الآيشادو المائي اللي هو بيساعد الميك أب تيضاين فترة أطول. هنرجع ندمجه بلون السيلفر. بعد ما استعملنا الأكوا عم نستعمل الباودر فوقه، عم نفتح من فوق العيون شوي، بداية العين بلون اللولو، هنحط تحت الحاجب. إذا لاحظتوا دمجنا ثلاث ألوان مع بعض، لون الجولد، لون اللولو، لون السيلفر. العين اكيد حتكون مسحوبه لبرا، لانه مجرد ما نقول عن ميك اب عربي ايلاينر مرسوم لازم العين تكون مسحوبه لبرا. بنزيد السيلفر شوي تحت الحاجب تيعطينا ضوء. مثل ما عم تشوفوا هلا ركبنا رموش، رسمنا الايلاينر، رسمناه بطريقه كبرنا العين فيها، حطينا الجليتر الجولد. عم نرجع نرسم العين من تحت شوي تنسمك الايلاينر. هنرجع نزيد الذهب شوي تيعطي ضوء. هنحط لون اسود بقلب العين، معروف الميك اب العربي دايما مشهور بالاسود. بعد ما خلصنا هننتقل للبلاش، هنحدد المنخور شوي لانه منخوره قصير، حابين نعطيه شوي طول. نحط باودر بدون لمعة تما يعطي لمعة. فينا نضيف اللمعة تحت العيون تيعطي glowing، فينا كمان تحت الخدود تيظهروا عنا أكتر. فينا نغمق الحواجب، فينا نخليهم كمان مثل ما هن فاتحين بس نرسمهم الرسم. نلتقي للشفاف، هون اخترنا لون الأحمر، الأحمر المارون. مثل ما شفتوا خلصنا الحمرة، صارت جاهزة للجلامور لوك، بس بانتظار نشوف نخلي شعراتها ولبسها كيف حتكون الملكة لهالسهرة.